السلام عليكم متابعينا الكرام. تعد القهوة المشروب المفضل لدى الكثيرين، إذ أن أغلب الأشخاص لا يستطيعون البدء بنهارهم دون إشباع إدمانهم على الكافيين بكوب من القهوة الساخنة. وبالطبع للقهوة فوائد عديدة تعود على الجسم لا يمكن إنكارها، إذ أن مجموعة من الدراسات أظهرت بأن القهوة قد تساعد على تحسين اليقظة. تناولها على المدى البعيد قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بالسكري والسرطانات ومرض الزهايمر. لكن دعونا نعرفكم الوجه الآخر للقهوة، خاصة لمن يستهلكون منها ما هو زائد عن الحد المسموح به يوميا. ولكن بعد أن نرحب بكم وندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أضرار شرب القهوة. أولاً، الكافيين والقهوة. يشكل الكافيين الموجود في القهوة خطراً على الصحة، فزيادة الكافيين أمر خطير، على الرغم من أن شرب من كوبين إلى 3 أكواب يومياً تعطيك النتيجة المرجوة من التركيز. ولكن أكثر من 3 فناجين من القهوة تجلب لعقلك الإجهاد والإرهاق. ثانياً، إدمان شرب القهوة. يجب أن نذكركم بأن الكافيين هو عنصر الإدمان في القهوة، وهذا يحدث إذا كان لدينا عدد استهلاك الكثير جداً من القهوة، وسيسبب خفض المعدل المعتاد عليه من القهوة أعراض الانسحاب مثل الصداع والتعب النفسي. ثالثاً، شرب القهوة والأرق. استهلاك الكثير من القهوة وخصوصاً في المساء يزعج النوم المنتظم، وسوف تجد نفسك مستيقظاً لفترة طويلة من الليل، أو تستيقظ باستمرار في منتصف الليل لأن مكونات القهوة لا تزال تعمل في جسمك. رابعاً، القهوة والكوليسترول. تزيد من مستوى الكوليسترول في الدم كافيستول وقهوة ويل، 2 من المواد الكيميائية في القهوة التي تزيد من الدهون ومستوى الكوليسترول في الدم، على الرغم من تصفية القهوة ولكنها تظل غير آمنة. خامساً، القهوة والصداع. القهوة في حد ذاتها لا تسبب التهيج، ولكن أعراض الانسحابية تفعل ذلك مثل الصداع ونوبات الهلع وزيادة معدل ضربات القلب، كلها عوامل تساهم في المزاج الشخصي. سادساً، أضرار القهوة على الحامل. تشير الدراسات إلى أن النساء التي يشربن كميات كبيرة من القهوة أثناء الحمل من المحتمل أن تلدن أطفالاً أضعف جسدياً، وذلك لأن آثار القهوة تنتقل للطفل أيضاً. تجنب القهوة أثناء الحمل هو الحل الأمثل للأمهات وأطفالهم. سابعاً، اضطراب في المعدة. القهوة تسبب الجفاف وتنتج بعض الأحماض التي قد تهيج المعدة وبطانتها، ويمكن أن يسبب هذا التهاب المعدة أو أسوأ من ذلك كالقرحة الهضمية. ثامناً، علاقة القهوة بنوبات الهلع. الجسم بطبيعته لديه القدرة على مواجهة الأحداث والاستجابة السريعة التي هي غريزة الجسم الطبيعية في مواجهة الأذى. تناول القهوة المفرط يثقل كاهل هذه الاستجابة ويؤدي إلى حالة من الذعر. تاسعاً، القهوة وأمراض القلب والأوعية الدموية. إذا كنت تشرب الكثير من القهوة سوف تبدأ في الشعور بالخفقان، وقلبك سينبض أسرع بسبب زيادة مستويات النقل العصبي الإدرينالين في الجسم. وزيادة هذه المستويات مع عدم انتظام ضربات القلب يختلط مع التوتر من حولك، ويمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب الدائمة. عاشراً، ألم في المعدة. القهوة تسبب الجفاف وتنتج بعض الأحماض التي قد تهيج المعدة وبطانتها، ويمكن أن يسبب هذا التهاب المعدة أو أسوأ من ذلك كالقرحة الهضمية. ليس المقصود من هذا الفيديو أن تقطع القهوة من يومك تماماً، بل هو مجرد تذكير بأن كل شيء يجب أن يؤخذ باعتدال، كما أن تناول القهوة للحصول على النشاط لن يعطيك دائماً النتيجة المرجوة. مع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.